لا 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 لا. سؤال صريح لك عزيزي المتابع، كم واحد فيكم يعد من الأطفال الزنخة؟ الأطفال اللي بتروح بترمي طابة على الجيران وبتكسر الزريعة ومرات بتطبش شباك المطبخ أحياناً. اعترفوا يا جايز، اكتبوا لي التعليقات، ما رح أحكي لحدا، سرك كبير. اليوم رح نكون أزنخ طفل عرفته البشرية يا جايز. هلو نيبر اليوتيوبر العرب، شو ترجموا اسم اللعبة يا جايز؟ هي ترجمتها باللغة الإنجليزية الطبيعية، يعني لما نيجي نترجم من عربي لإنجليزي مرحبا أيها الجار، لكن إحنا كيوتيوبر بدنا نجيب مشاهدات، شو من ترجم اللعبة؟ الجار المزعج، الجار المخيف، الجار المرعب، الجار الكندر على مهمتنا الأساسية بهذا الفيديو يا جايز إنه نحقق اسم اللعبة الطبيعي اللي هو الطفل الزنخ اللي هو أساس البلب هاي اللعبة، مش العكس الجار المسكين اللي قاعد في حاله قاعد بخطف الأطفال هو ما له أي علاقة، يعني عادي إنسان بيمارس نشاطاته الطبيعية. مهمتنا الأساسية يا جايز إنه نختم الديمو من هاي اللعبة. خلاص بلش نيو جيم يا جايز ونقول بسم الله. أوه عم يبدو يشرحون القصة جايز. أوكي هاد الزلمة يا صحفي يا محرر او محقق مش عارف. اتوقع انه صحفي يا جايز. وقع بمكان هيك كبير. اوكي انا بلعب الان. انا الزلمة قد حالي طفل متى كبرت ولا انا وانا كبيرة مش فاهم. اوكي بس في ولد صغير برا. في عنا هون ماب، في عنا طائر خطف ولد صغير. اوكي وفي عنا هون زلمة عم بغير اوعي، في عنا طائر بيلحق ورا مكان. ايش الماب الغريبة هاي؟ في برا ولد صغير ولا فزاعة؟ اوكي بدهم اياني اروح البس الاواعي. اوكي انا محبوسة هون يا جايز ولا شو؟ مسكر علي. شت انا محبوسة هسه حاليا هون. في هون طلع. اوكي في مفتاح. اتوقع هذا المفتاح لهذا الباب. ذكاء. طب بس نشوف شو في كمان هون شغلات تانية، اسلحه اشياء بنقدر نستخدمها. نقدر نستخدم اي حاجه هون. الشنطه اوكي هون بيكون معي اغراض واشياء بقدر استخدمها. حلو احنا بالطابق التا. في سبيس وسبيس. اوكي والله عم يساعدوني مليار. ايش هذا؟ لا 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 لا. ايش صار؟ ايش صار؟ اخذت صوره وانا انا مش فاهم دقيقه. شت نو 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 نو. ايش صار؟ كسر الباب جايز. لا 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 طلعت غصب عني. لا رجعني. لا 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 ماي جاد. اوكي كان يحلم. احنا كنا بالقصة قبل شوي، كنا براسه يعني لسه اللعبة ما بلشت. اتوقع هو سايق رايح على البيت يا جايز. لا هو مش رايح البيت. هلا هاي الشاحنه بتكون بس للصحفيين. اوكي في اطفال مفقوده. هاي الحي كامل مفقود الاطفال فيهم. في شرطه كمان، مش مريحين صراحه. اذا الشرطه بخوفوا هون كيف الحراميه. كان رح يعمل حادث. هاي المدينه اللي كنا نلعب فيها بالجزء الاول. ايوه اتوقع مهمتنا الرئيسيه انه نلاقي هاي الاطفال المفقوده او نعرف القصه ليش هاي الاطفال مفقوده. اوكي بس هو ليش هو نزلني على هذا البيت؟ يعني هذا البيت بيتي يعني ولا شو الوضع؟ اوكي في باب مسكر هون. كل هدول مفقودين يا جايز. يوه هذا الطفل البريء مفقود. كل هدول مفقودين. ماي جاد ايش في؟ كل شوي فوتني بسيناريو مش قادر اتحرك. ايش في لهيك؟ ايش هاي اللي كل شوي تطلع على ايدي؟ اوكي اتوقع انه هاي الغرفه غرفتي. ليه؟ زي غرفه صحفي، كل اشي مرمي وحالتهم بالويل، وهون عاملين خريطه، هاي بحطوها لما بدك تشوفوا الجرائم. اوكي هدول الثلاث اطفال مربوطين بهذا الزلمه، وهذا الزلمه مربوط بهاي المدينه. اوكي هذا الكمبيوتر تاعي، الكمبيوتر قصه يا جايز، قصه ولا كمبيوتر صخر الله وكيلكم. في طلعه من هون. لا 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 ما نوقعش من اولها، طلعت هون ايش حستفيد يعني الطلعه؟ نايس. اذا بوقع من مكان عالي بموت. لا ما شاء الله كيف هيك قاعد باكل فيا. اوكي قطعت. لا كيف لحق يمسكني كدنك ولا شو الوضع؟
ابعد عني ابعد عني نو. اوكي نحاول نرجع لورا. طيب طول ما انا ببيتي هو بيقدرش يمسكني. اوكي جايز خلينا نفوت على البيت شوي صغيره، اروح اتسحر وارجع لكم. حنزلها ستوري على انستغرام، حورجيكم هسه بس انزلها. تمام حورجيكم صورنا يا جايز. 1 hour later. اوكي جايز هون مش عم بيخليني اروح، ورا البيت مش عم بيخليني اروح، على هذاك المطعم مش عم بيخليني اروح. حاول نطلع لفوق. او ماي جاد من بكره صبعي بهذا الطريق. اه خليني امشي ما اكلنيش. اوكي الباب مسكر. اه بقدر اطلع. او نايس. اللي استوعبت انه في اماكن ما بيخليك تروح عليها لسبب ما. يعني في صوت ولاد صغار بالجوه بالغرفه يا جايز. والله اه اخ 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 وقعت. لا ليه وقعني هون؟ انا سمعت صوت ولد صغير. والله والله هذا البيت فيه ولد صغير، في صوت زلم كبير وولد صغير. حلاوه هاي اللعبه انك ما بتعرف ايش بدك تساوي ولا كيف بدك تحل القصه ولا اي شيء. يعني ما بيدلوك او بيعطوك هنتات او شيء. نو 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 نو، انت لازم تكتشف كل شيء لحالك. صوت الولد خايف والله يا جايز. اسمع انا وصلت الغرفه بس هو رجعني بطريقه ما مش عارفه. سلم ثاني. اه كنت شايف. لا 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 لا. وقعنا مره ثانيه. اوكي عم بوقع من مكان عالي، مش لازم اوقع من مكان عالي. اوكي كويس انه طلع النهار مشان الله. الليل بتشوفش ولا اشي فيها. الولد كثير زعلني صوته. طلع مش حتى انه هون مش قادر افوت انا منه الشباك. لا 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 ما بدي اوقع ما بدي اوقع ما بدي اوقع. لا 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 في جلتش هون جايز. انا طيب هذا البيت فيه جلتش وهذا ما بنقدر نروح عليه ما بيخلينا. شوفوا اول ما اوصل عليه بمسكني. اه ما مسكنيش. او ماي جاد. اوه قدرت افوت. كيف هاي ما لا خايف مني هاي. هلو ايش في؟ ليش 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 كلهم اعتدائيين هون؟ نرجع نرجع نهرب نهرب. اي 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 جايز ليه كلهم اعتدائيين؟ شوفي او ماي جاد مسكني. مع انه قبل شوي مشيت من هذا الشارع بس ما مسكني ليه؟ اخ اوكي طيب نحاول ما نروحش من الشارع هذا مره ثانيه. شكله عرفني اني جيت منه على هذا البيت. اوكي مش مسكنيش. شت يس كسر لي رقبتي مش بس مسكني. اوكي هاي الكلبة اكلتني ما بعرف ليه. ليه ممنوع كمان اروح البحيرة؟ ايش هاد؟ لازم امشي بس بالشارع. بقدر اروح عند الشرطة احكي لهم انه قاعد كل شوي بكسر رقبتي. هاي ايش اللبل؟ ليه حاطين قفل على سيارة الشرطة؟ ما وصلكوا اختراع المفتاح للسيارات؟ في حبة دونات جوا. اوه اخيرا باب مفتح لنا. هاي اه شرطي عم ياكل؟ ايش عم بعمل؟ هاي ليه كل الناس هيك عدائية هون؟ ما حدا راضي يستقبلني ببيته يا جايز، شو السبب؟ هاي قاعد بيعمل اشي هو هناك، مش عارف ايش هو، بس خليه بحاله. نشوف هذا البيت جايز ايش فيه. او ماي جاد بقدر اتخبى تحت التخت؟ احكيلكم هاي اللعبة ولا بتفهم منها شو بدك تعمل ولا شو بدك تساوي، ولا حتى بيعطوك هن. اوكي هذا الطابق الأول كامل، طيب نطلع الطابق الثاني بس نشوف الطابق الأول ايش فيه. اوه هون بقدر أشوفه. اوكي خلينا نطلع الطابق الثاني نشوف ايش فيه. هاي طابق ثاني. اوه مكملين صناعة الطابق الثاني ولا شو جايز؟ ولا هم اصلا مش مكملين بناء ولا اللعبة غبية؟ اوكي ممكن انزل. فيش اضاءة حتى هنا، فايش احنا ما بدنا نطلع. اوكي بس هذا البيت يعني شو؟ ما لقيت مفتاح ولا لقيت اشي انا. اوكي اوه باب الحديقة نايس. انا هلا حاليا في باب مسكر يمكن اقدر الاقي مفتاح. هاي عمو شو في معه مفتاح. ما مفتاح شفتوه يا جايز؟ اوه هاد باب تاني صغير هون. في بابين بهذا البيت مو قابلين يفتح. واحد معه الشرطي معه مفتاح من ورا، بس كيف بدنا ناخذ المفتاح من الشرطي؟ يا واحد من الاثنين، يا بدنا نقتله عن طريق سلاح معين، يا بدنا ناخذ المفتاح وهو نايم، اوكي؟ لساته بتمشى بالدار معناته ما نامش. هاي. اوكي. نروح البيت اللي جنبه. اوكي البيت مسكر جايز برضه هذا البيت مسكر وفي بواب معينة. اوه كاتب لي على اللافتة ممنوع امشي. في ولد في ولد صغير جايز. ايش هذا؟ السمك بيموت، خشب بتقطع، واحد اثنين ثلاث. هاي هلا عندنا ثلاث محطات، اول شيء المطعم فيه مرة مجنونة اللي اكلتني من رقبتي، والمحطة الثانية البوليس، بيت البوليس اللي قاعد بفتش فيه، في معه مفتاح وبابين، وهلا احنا بالبيت الثالث اللي ممنوع دخول الاطفال عليه. اوه في قبو. او ماي جاد
السيارة بيكون شغال مش زي. لا 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 مين هاد؟ أكل أطفال ولا شو؟ أوه ماي جاد توقع راح. أوه ماي جاد الأرضية هاي مكسرة بأي وقت بتنهار فيه. أوكي الورا شت 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 أوه ماي جاد نأزني نأزني الكلب. نو 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 بس ايش مشكلتهم مع الخنق؟ كل بخنق هون. بقدر اطلع من هون. اوكي شرط افوت جوا اصلا. لا الباب الاساسي. وانا اسف 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 اسف. شت ما هو شوت جن. نو اوكي اوكي خلص اسف اسف خلص هرب هرب رحت 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 يا رجل خلص اعتبرني ما جيتش. هذا البيت الشت. خلني اجري رجعني لهون. طيب انا اصلا بدي اياه يرجعني لهون حاليا. انا عن جد مش فاهمه ولا اشي ولا عارفه كيف بدي اروح ولا عارف كيف بدي اجي. روح من هاي الطريق مره تانية. اوكي رجع مسكني. هتروح نهار وهو قاعد بيمسك فيا. مشكله بكره الليل كثير حلو الاستراكشر تاعها حتى بالليل الوان اضاءه الكذا. يعني لازم احل اللغز الموجود ببيت الشرطي بعدين اقدر اني اروح وين ما بدي. هاي شرطي حد ياخذ مفتاحك. اوه شفت كيف اخذت المفتاح؟ لا اوه في باب من ورا. هاد بذكرني بالباب اوكي بدنا كروبر وشغلات. بذكرني بالجزء الاول. بدي اعرف المفتاح اللي معه لمين. عم بلعب عادي شارع شارع عام هاد. كنت حاخذ مفتاح وفل. صار معي خشبه. طب اي حاجه تانية غير الخشبه؟ طيب جايز لا 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 بمزح بمزح بمزح. شو هذا احول والله احول. شو هاي علامه او دليل مائي او بعرف شو. طفى الدنيا. بس ايش وضع الدب؟ ما مسلخ حيوانات هون مجرم حيوانات. واو محنط دب. اوه تبع السحر. مين هذا البني ادم؟ كمان دب هون. لا هذا مش دب هذا خنفض. لا 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 بمزح والله انه احول احول وغبي كمان. بس اسمعوا هون هذا مش دب هسه هذا قنفذ. هون في غزق. اوه شو هذا كله؟ هاي بمزح بمزح بمزح. خلص صرت عارف الخطة يا جايز. اوكي 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 اخذنا المفتاح. اتوقع 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 انه بلشت اشغل قدراتي في السرقة. نحاول نفتح. في حبة دونات هون. ايش بدي بحبة الدونات؟ يا اني اطعميها لحدا او انا اتاكل هيك. لا ليش المفتاح راح مني؟ نو جايز يا رجل بدنا نشوف الباب هذاك مفتاح ولا لا. اطلع من ام الغرفة. اوكي هو نفس الشيء عندنا الان عن نفس الباب انا وياه. ايوه ايوه اطلع الحاني الحاني. يا رجل يا بتلحقني يا بتاكل يا بتقوم بالخدمة تاعتك يا بتاكل. قرر واحدة من التنتين مع بعض ما بيزبط. نرفز اهلي. يا ابني يا ابني بكفي اكل. على الفاضي المفتاح هاد بس للسيارة. كل ما امشي انا من هذا الشارع اللي هناك بيمسكني. فانا بدي اروح احط كل اغراضي مكانهم بلاش يمسكني. طيب هذا المقر حقتي زي ما اتفقنا يا جايز. انا معي هذا المفتاح. طيب خلينا نحتفظ فيه. نحتفظ بدوناتي ونحتفظ شو بالخشب. نرجع لكم بعد شوي لانه زفت الطين هذا قاعد بيمسكني كل شوي. You know something؟ هذا البيت ما شفته انا. هذا البيت اللي اول مره كنا فيه قبل شوي كان فيه هذا الولد الفزاعه. بقدر افوت؟ اوه ماي جاد كيف فتت ما بعرف. ما حدش سالني. هاي الهبله المجنونه اللي قتلتني قبل شوي. بس شكلها حلو صراحة. بس زمر الباب بس فتت على فكرة. هاي في اي حاجة عندك بقدر اخذها؟ ايش هاي ايش هاي؟ اوكي هاي بتصير ترن بعد فترة. الباب هذا مسكر. الجوارير مسكرة كل شيء مسكر. هاي وصفات اكل. دبوس اخذنا دبوس من هون كويس. بقدر هون ايش في اشياء؟ مش عارف. خلينا ناخذ قد ما بنقدر. ناخذ كل شيء بنقدر عليه. لا 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 بمزح 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 يا مجنونة بمزح 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 بمزح. اوكي اوكي لا 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 مسكنا الغراب. لا لا خسرت الدبوس. لا ما خسرتش الدبوس. اوكي رجعني مكاني. مش قادر افتح هاد بعدني. طيب
هون انا تارك الدونات والخشبه والكذا واللي انا مو فاهمته انه ليه في ساعه على ايدي. معقول في اوقات معينه الغراب فيها بصحى وفي اوقات معينه الغراب فيها بينام؟ هلا انا بعرف ان الغراب بيعيش عند العصر او بصحى عند العصر، او انا غلطانه؟ بدي احاول. ليش في مرات بدخل المخبز عادي ما بقتلني، في مرات اوقات بدخل المخبز بقتلني؟ طيب بدنا نحاول ندخل المخبز والدنيا ليل. اوكي مسكني، شايفين؟ نحفظ الاوقات اللي ما بيمسكني فيها جايز. مبدئيا بالليل دائما الغراب بيمسكني وين ما اروح، يعني الساعة اللي على ايدي مش عبث. بلاش اشغل مخي واصير بني ادم ذكي. جايز شغلت الدش يا جايز. اشهد حمام لليش. اوكي مش عارف صراحة شو استفدنا من الدش، بس انه ماشي. لا 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 الا الضربة بالايد يا بنت الحلال. اوه هاي كمان في عندها غراب، شكل الغراب مسيطر عليهم ذهنيا والله، مشغلهم عنده كلهم. على فكرة ما استفاد من المجنون ولا اشي، ما خلناش من عنده ولا اي اشي، ترى كلهم فيهم لحسة غباء، يعني بيشوفوك قدامك بس ما بيشوفوك، على عكس الجار زمان كان كثير اول ما تمشي من قدامه اسلخ. اوكي. يا كلب يا كلب يا كلب. لا لا خلص 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 خلص. اعتبرني لم اتي، اعتبرني لم اتي ولم اصل. وين الصور اللي كانت هون؟ كان معي صور جايز، كان معي صور. اوكي هدول ثلاث اطفال لهم دخل بالخريطه. اوكي بس وين المفتاح؟ وين الخشبه؟ راح كل شيء. بدي ارجع الاقيهم من اول وجديد. اخ موت حموت اه ايش هاد؟ اوه اخيرا فتنا على البيت. او ماي جاد هذا البيت اللي حابسين فيه كل الاطفال الصغار يا جايز. او ماي جاد انا بدهان. في حدا في حدا؟ او ماي جاد مش عارف لا 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 ايدي عم تضوي. او ماي جاد اوكي هذا المحقق. في مفتاح. اوكي في سكينه هون. اوه لا طلعت برا يا لغبائي. اوكي هاد زي كانه بيحكي لي لما انحشر بمكان اني افتح الشباك. باشا بتعرف انه ولا مره رحنا غاد؟ ما قولي خليني اروح غاد الغراب الكلب. والله خلاني اروح. من وين دخله؟ اه بقدر افوت عادي. نايس ايش هاد؟ اوه مين هاد؟ رامبو. بقدرش اطلع مذكر. اوكي يا اخي اللعبه 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 كل ما تفكر حالك انك شفت اشي تلاقي حالك ما اكتشفتش اشي. او ماي جاد هيك بفوت من الباب عادي؟ هاي واو ذيس از قصر. او ماي جاد هذا راد اغنياء المنطقه ولا ايش؟ شت كل باب بنفوته بزمر. هاي غرفة مكتب معلي على الباب. هو بدي اشوفه ولا شو الوضع؟ مسكت غالبا. خبازي المتخلفة والشرطي الغبي اللي بيشوفش. في كمان هذاك تاع الشوت جان اللي لا يفقه شيء في الحياة، وهذا صراحة كعبول كعبيله. اوه بقدرش افوت هون، بقدر افوت من هون. اوه اوه تقريبا انا شايفة كل المدينة من هون. صدوني جايز هذا اغنى رجل في المدينه. اوكي هذا زي كان فوتك مره ثانيه على الباب بدون ما تتدمج. لغايه الان مش عارفه انا ليش موجوده بهذا البيت. اوه موسيقى وبيانو وحركه. او ماي جاد اجا. بقدر اخذهم كلهم؟ عم بهرب عم بهرب عم بهرب. يا الغبي يا الغبي يا الغبي يا الغبي. تم الهرب بنجاح. خد السديات تاعته اللي برقص عليها يا جايز، يعني احنا حاليا ماخذين منه روحه. او ماي جاد هل الباب بتفتح بهاي الطريقة؟ بظلك ضاغط اي. اوكي في بابين هيك يا جايز. ايش هذا؟ دوغي دوغي دو. لا ايش ها؟ لا حتى دوغي دوغي دو. هذول جمعناهم برحلتنا. صار في صورته هون. اوكي في هون باب بفتح بنفس الطريقة الباب اللي فتحنا فيه هذيك الباب. هون ولا وين؟ صرت ساعتين بحاول افتح فيه اخر الحلقة هيك مفتاح. اوكي 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 افتح 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 بس شوي. ايش هذا البيت؟ هذا قبو ام ماذا؟ هذا القبو اللي بيطلع على الحديقة يا جايز. كروبر واخيرا. او ماي جاد مش عارف ليش يستخدم، بس انه يعني في له كثير استخدامات منه هيك بقبع هاي. اوكي اوه اغلب الاشياء لما تضغط عليها بشكل طويل ايش صار؟ ايش صار؟ انا عم بموت. ايش ذا؟ وش ذا يا عيال؟
في أبر. حد أبري؟ لا أبري البنات؟ لا لا تقولوها. أوكي ليش رجعوني على بيتي؟ أوكي حد بقدر أبع فيه هاد؟ بس حقيقي الأبر لمين؟ أوه ماي جاد وش ده؟ وش ده؟ وش أنا وين؟ تو ماتش أشياء فاتت براسي وأنا خلص تفت. أوكي اللعبة كثير عميقة وكثير بدها ذكاء وتشغيل مخ وأنا حرفين استنزفت كل قطعة بدماغي. ما ضل قطعة بدماغي ما استنزفت. جزء الساعة 5 الفجر I think ده يا والله شوف قد الساعة. والله الساعة 6 جايز الساعة 6 في القناة. لعبة أكيد حختمها يا جايز فهي لعبة تختيم إن شاء الله حختمها بس الحلقة الجاية. أوكي يتبع.